إخواني وأحبة الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي بأشهر الأغاني العربية والمغاربية مع الفنان توفيق الدهبي. أطلب منكم من السبسكرايب اللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا الطقطوقة الجبلية بطلب من العديد من المشتركين، فكنت لما درتها غير مجرد يعني عزف فقال لي حط لنا في الشرح يعني شرح مفصل عن هذه الطقطوقة الجبلية اللي هي حجاز على الصول، فكنتمنى لكم الاستفادة وبقوا معنا. فكما قلنا العيطة الجبلية هذه كتقام على مقام حجاز على الصول، حجاز على الصول اللي كيبدأ من هنا. والحجاز على الصول هنا يعني غيكون فيه لا بيمول والمي بيمول، يعني غن مي بيمول واللا بيمول. فغادي ناخذ المقدمة وغنديروا إيقاع شعبي عصري على سرعة 130 ونبداو الغناء. فطبعا يعني هنا غنحاولوا نفصلوا الغناء ديالو وكذلك السولو، غنبداو بالسولو. فكيبدا من الري من هنا ري دو مي سي ري دو مي سي سول لا سول سي ري دو مي سي سول لا سول سي ري دو سي ري دو سي سي دو سي لا سول. فمره مره كنديروا لا بالربع تون كتزويقه، يعني كتزويقه وما كيديروا بالكمان، فحنا حاولنا نقربوها يعني كتزويقه. العرض والجود دوسي دوسي لا، ديما كنلقاو نفس الجواب دوسي دوسي لا، قبط الحدود دوسي دوسي لا، العرض والجود قبط الحدود دوسي دوسي لا، جيبوها لي سول 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 فا، هي نورمال سول سول فا دياز، يعني هنا تيكون كروماتيك، هنا كيتسمى كروماتيك، يعني لي نوط بنصف الابعاد كنمشيو. ديما الكروماتيك هو يعني لي نوط اللي تيكونوا كونجوان وبنصف الابعاد تيتسمى كروماتيك. سول سول فا سول سول فا سول سول فا دياز. فالان غنعاودوا يعني الغناء مع الموسيقى باش تعرفوا عليها اكثر. جيبوهالي اروهالي
فطبعا انا حاولت يعني ناخذ عليها فقط نبذه هاد الطقطقه الجبليه او العيطه الجبليه. فاتمنى لكم الاستفاده والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.